شوف بالعاده انا ما اعلق على الفرق الموسيقيه المتميزه، لكن شكرا على المقطوعه هذه للفنان رابح صقر اسمها ابد يعني. ورابح صقر قلما ما احد يلحن غير رابح صقر، فلما يكون التعاون بين عبادي الجوهر الملحن ورابح صقر اللي يغني فتكون هذه المقطوعه الموسيقيه، واللي اختارها دائما ذويق. فبرافو عليكم فرقه ليالي الكويت. من فرقه ليالي الكويت بنروح للبزنس. للبزنس وانت شاطره بزنس كنا يقولون يعني اطقطق مشاريع لك محاولات كان لي والله بيني وبينك قبل كورونا عبد الله كان يبي يفتح له مشروع بس النيه ما كانت طيبه والله يعطي كل واحد على قد نيته. كنت ببطل بنك مره واحده. ليش؟ ليش؟ عشان ابوه قتالي حسافه. فانا بس بقنا فانا بسال الجماعه اللي عندي اللي منورينا ومشرفينا ضيوفنا الكرام اذا انت دام بديتها معاهم ببنك وبتبوقه. لا اول شيء خليني اشوف اذا اقدر اقدم على مشروع ابي اصير صاحب بنك يصير ولا ما يصير تقعد؟ صعبه بدون فرع. ما هو فرع واحد وخالصين. عموما مشرفين ومنورين ضيوفنا المتميزين الاستاذ نضال ابرك الساعات يا حبيبي مدير اداره النافذه الواحده اللي راح انا اقفز على النافذه واطلع ترخيص البنك. ساعة المباركة. الله يسلمك يبارك فيك. استاذ شيرين ابرك الساعات مراقبه الدعم التواصل والدعم الفني في اداره النافذه الواحده في وزاره التجاره والصناعه. ابرك الساعات استاذ شيرين الله يبارك فيك مشرفينا ومنورينا النافذه الواحده هذه اللي سهلت على الكثير عملية التراخيص بعيدا عن قصتي أو فكرتي لأن أبدا الله يخليك خل فكرتك بعيدة عن الموضوع المطلوب. لا تودرنا اليوم لا نهاية. هي ترى يعني السالفة كلها تخص الناس اللي عندهم مشاريع صح. متوسطة أو مشاريع صغيرة ما يبون شركات كبيرة وموظفين بنوك ما يبون بوق وبنوك الله يخليك برا الموضوع نلطفها. استاذ شيرين قصه النافذه الواحده سهلت الاجراءات وكنا نسولف تحت الهواء ان بسطت الامور والاجراءات. قصه النافذه الواحده اللي لحد الحين البعض يمكن ما يدري عنها، شنو قصه النافذه الواحده؟ تاسست النافذه سنه 2017 والهدف من النافذه ان تسهيل جميع الاجراءات وتسهيل جميع الإجراءات واللي يقوم فيها المبادر أو مؤسس الشركة لتسهيل يعني أعماله أنه يأسس شركته ويرخص شركته كلها بمكان واحد. يعني الموضوع يكون بكل بساطة بلا أوراقك حاطهم بفايل صحيح. وتلف فيهم بوزارة التجارة والصناعة بضغطة زر لدخول لتطبيق معين تسهل الإجراءات والمعاملات. صحيح جدي ممتاز. أستاذ نضال يعني ما شاء الله عندنا الشباب الكويتيين شباب دائما مبادرين يحبون يكونون أصحاب أعمال ويمكن انطلقت من خلال دولة الكويت فكرة جدا جميلة وهي المشاريع الصغيرة أو الهوم بيزنسز وهذا يمكن الشيء اللي خلاكم تطلقون اللي هي الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة. وقبل فتره الكويتيين وايد استانسوا في هذه القرارات الجديده ان الواحد يقدر يطلع ترخيص من غير عقد اجار او مكتب او عنوان. شنو هذه القرارات وشلون تخدم الشباب الكويتي؟ احسنتي شكرا جزيلا. هو فعلا هي نقله نوعيه. معالي وزير التجاره حريص كل الحرص انه يدعم المشاريع ويسهل الاجراءات. فقرار 82 لسنة 2023 هذا صواب فعلا يعني أن سهل إجراءات المبادرين في دعم المشاريع وبالتالي بالإمكان أن الواحد يصدر الرخصة الآن بدون ما يتطلب أنه يحط أي عقد أجار أو وصل أجار. حلو هذا وايد وايد ممتاز يعني. هذا الأمر سهل على الكثير أستاذ نضال، لكن اللي يبي يعرف أكثر شنو هي اهم المشاريع اللي نقدر مثلا اسس او اطلع ترخيص لمزاوله التجاره من غير عقد اجار او مكان خاص لهذا الامر؟ انتم حددتوا انشطه معينه او تراخيص معينه استاذ نضال. صح هو طبعا القرار شمل 54 نشاط كمرحله اوليه. في مرحله قادمه ايضا في تعزيز الانشطه. تقدر تمارس نشاط دعاية وتسويق، تصميم مجوهرات، استشارات. بحوث علمية، استشارات تدريب، تشغيل. أي.
تقريبا اكثر من تخصص وتم يعني نشرها يسهل عمليه الامر. لكن استاذ شيرين حق اللي يتابع او ما عنده لحد الحين الخبر في هذا الموضوع، شلون يقدر يزاول هذه المهن وفق الاشتراطات الجديده؟ شنو اللي يقدر عليه يسوي؟ يدخل على تطبيق النافذه الواحده ويسجل فيه الامور هذه كلها، او شنو ممكن الاجراءات يسوي؟ يدخل على موقع ekbc.gov.kw. ممتاز. يختار فئه الشركات ذات الطابع الخاص او النشاط الخاص. راح تندرج جميع الانشطه راح تكون موجوده في بالايكون هذا. حلو. راح يشوف كل النشاطات، ال 54 نشاط. زين، اللي يعني كان عنده وفق الاشتراطات السابقه استاذ شيرين، صحيح، والحين صار عندنا استحداث جديد على القانون، هل هذا لازم يسوي ابديت جديد، تحديث جديد على البيانات، ولا اجراءاته واموره تمشي؟ لا، هذا اجراءاته غير، اللي سوى وخلص اجراءاته غير، وهذه اجراءات جديده. زين، والقديم اللي يقول مثلا انا عندي مكان مأجر او عندي عقد اجار او شيء من القبيل، شلون اذا انا ابي افل هذا الامر وبسوي ابديت جديد على الاجراء وفق القانون الجديد؟ هذه راح تكون على مرحله لاحقه ان شاء الله. الحين لا، انت ما عليه، ما انت معني في القانون لقدام، ممكن يدورك بعد الوقت. راح يكون ان شاء الله، يعني اتوقع انه يكون هو بالامكان بالامكان انه يحول عن طريق لجنه تصنيف الانشطه، انه يبتدي يحول الترخيص القائم. انت قاعد تتكلم عن تراخيص قائمه. يعني ايش اقصد استاذ نضال؟ شفت الحين الاجراء الجديد اللي صار، يعني بعض الانشطه اللي ذكرتها تعفيك من عقد اجار وشيء من هذا القبيل. اللي مارس او زاول وطلع ترخيص وما حاشه هذا القانون الجديد، وعندي انا اجار او محل او شيء من القبيل، من باب اني انا منفذ القانون، هل ينطبق عليه القانون الجديد؟ وشلون اقدر اكنسل الاجراء السابق مالي اللي هو اجار و الحين هو راح ينتقل لمرحلتين، لان القرار لما تكلم عن انشاء شركه لابد انه يكون كيان قانوني شخص واحد. برافو. وبالتالي اي كيان مختلف عن شخص واحد لابد انه يتحول الى شخص واحد، وهذا يكون عن طريق لجنه تصنيف الانشطه في بدايه الامر، ومن ثم راح يصير الكترونيا بشكل تلقائي. لابد انه يكون صاحب النشاط نفسه ايضا وهو مدير الشركه. يتجاوز ال 21 فما فوق طبعا. ايضا عمليه تقديم الطلب جدا سهل عن طريق البوابه، ما يحتاج ان يقدم غير بطاقته المدنيه. نعم. في خطوات بسيطه يتم اعتماد الطلب، وبالتالي يتم تاسيس الشركه واصدار عقد التاسيس والسجل التجاري، ومن ثم يقدر يقدم طلب حق اصدار الرخصه. زين، الحين وايد ناس قاعد يتابعونا من خلال برنامج ليالي الكويت يسالون ان الحين الاجراء الخاص في اصدار هذا الترخيص ايش كثير يطول؟ وشنو الاوراق المطلوبه؟ يعني بس خلينا نعطيهم معلومات، لان اكيد كثير من الشباب مهتمين في هذا الموضوع. من يوم ما ابالغ من عده ساعات الى حد اقصى يوم، 24 ساعة. واحد. أي نعم. صحيح. ويطلع له ترخيص الكتروني. نعم. من تاريخ تقديم الطلب يتم اعتماده كتأسيس، يوقع عقد التأسيس بالتنسيق مع وزارة العدل، وما يحتاج يراجع وزارات معينة ولا شيء، فقط للتوقيع، توقيع عقد التأسيس. النادي يكون في موعد يتوقع. كنا امس استاذ شيرين صار اول عقد تم توقيعه وفق الاجراءات الصحيحه، امس كان في اول عقد تم بهذا الامر، اول ترخيص امس هذا كان ولحد لليوم تم تقديم تقريبا 45 طلب. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا خلال يومين. العمليه تكون ايضا اونلاين فقط نمتين التوقيع. السائل يسال يقول لكم تطبيقكم مو مشبوك مع تطبيق سهل الاستاذ شيرين؟ هو في الوقت الحالي هو مشبوك. تفضل. هو مشبوك، ولكن لم يتم تفعيله، راح يكون في خطه مرحله قادمه. بس يتم التعامل مع تطبيق هويتي، فبالتالي صاحب علاقه علشان يقدم الطلب لابد انه يسوي مصادقه. ممتاز، يعني احنا سعدنا بهذه المعلومات وبوجودكم. أكيد. اذا حابين تكونوا كلمه اخيره استاذ نضال للي تابعنا تحديدا المعني او المهتم في هذا الشان. والله امانه يعني الحقيقه يعني معالي الوزير حريص كل الحرص في انه يسهل ويدعم المشاريع. قيادات الوزاره من وكيل الوزاره وايضا وكيل قطاع الشركات حريصين ايضا بان يترجمون التوجيهات، واحنا نتطلع تماما بان الجمهور الشباب الكويتيين يستفيدون من هالتجربه، بحيث انه يقدرون يساهمون في او تحقيق رؤيتهم في مشاريعهم
بدون ما يكون هناك تكبد بمصاريف اضافيه باذن الله تعالى. يعطيكم العافيه وبواكم الله. شكرا على وجودكم اليوم وتوضيحكم لهذه المعلومات اللي اكيد متابعين ليالي الكويت استفادوا منها مشاهدينا. بكذي وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامج ليالي الكويت، نلاقيكم باكر على خير وتصبحون على خير. مع السلامه.